تخليدا للذكرى 44 لانطلاق المسيرة الخضراء، احتضن المركب الرياضي الشيخ محمد الأغضف بمدينة العيون مباراة استعراضية في كرة القدم نظمت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشارك في هذه التظاهرة الرياضية المنظمة بتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة تحت شعار الجود والتضامن أبرز نجوم العالم من القارات الخمس، من ضمنهم كافو وريفالدو وإدميلسون والسنغالي الحاجي ديوف والكاميرونيين روجي ميلا وسامويل إيتو، إلى جانب المارد الأرجنتيني سافيولا والتونسي كريم حقي والمصريين محمد أبو تريكة ووائل جمعة، إلى جانب لاعبين مغاربة مثل حسن فاضل وصلاح الدين بصير ورشيد داودي وسفيان العلودي وغيرهم من اللاعبين الدوليين السابقين بالمنتخب الوطني. هذه المباراة التي عرفت مواكبة إعلامية واسعة وسط حضور حوالي 10,000 متفرج جمعت بين فريقي نجوم العرب وإفريقيا السابقين ونجوم باقي دول العالم القدامى، وآلت لنجوم العرب وإفريقيا السابقين بهدف دون رد وقعه الكاميروني سامويل إيتو.